فضيلة الشيخ، على ضوء السؤال الأول، سأل الأخ عن الأشياء المستوردة. وجدنا بعض المنشورات تقول أن بعض الصابون يعني يصنع من شحوم الخنزير، ما يعني رأيكم في هذا؟ والله أنا رأيي أن الأصل الحل، الأصل في كل ما خلق الله لنا في الأرض أنه حلال، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا ادعى أحد أن هذا حرام لنجاسته أو غيرها فعليه الدليل. وأما كون نصدق بكل الأوهام وكل ما يقال فهذا لا أصل له. إذا قال هذا الصابونة هذه فيها لحم خنزير أو شحم خنزير، قلنا هذا الإثبات. فإذا ثبت أن معظمه شحم خنزير أو دهن خنزير وجب على الجنبه.